السلام عليكم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. اليوم إن شاء الله نحضروا الرايب في الآنية الفخار. نقرب لكم الحليب تبارك الله طبيعي. نوضعوه في الآنية الفخار ونخليوه يومين ونشوفوه كيفاش غادي يصبح رايب. والان غادي نغطيو عليه ونخليوه خارج الثلاجة يومين ونعاود نشاركو معاكم. ضفت لها نصف اطرو اخر، اذا هنا اطرو ونصف. والان غادي نفتحو عليها ونشوفو النتيجة كيف صبحت. لاحظوا معايا وكأن الزبدة تعلو على السطح، اللهم بارك. وراب في وقت قياسي، كنت كنظن غادي يتعطل، في الحقيقة راه غير نهار، ما دوز حتى يومين وصبح على هذا الشكل. وهذا كامل بفضل الحليب البلدي الطبيعي. غادي نشوفو طبقة من الزبدة تعلو على السطح، وباقي والآن نشوفوا الرايب. اللهم بارك. هاد الآنية راها ريبت أفضل من الأواني الأخرى. كنتمنى يعجبكم الفيديو، لا عجبكم بارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.